اهلا بيكم في قناة اسرار النجاح. النهاردة حلقتنا مميزة، وزي دايما بنقول شعارنا هو ما فيش حاجة مستحيل ابدا ابدا ابدا. الفيديو النهاردة هيكون رائع، فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم بقية الفيديوهات. عايزين نوصل لستين مشترك وبعد كده لسبعين وبعد كده لمية ان شاء الله. فخلينا ندخل على الفيديو. فيديو النهاردة رائع لجميع الاعمار. النهاردة حلقتنا هتبقى عن لمن يريد تزيد حصلته بالكلمات الإنجليزية، يعني يكون عنده حصيلة كبيرة من الكلمات الإنجليزية، وده برضو منهج لحادي عشر كلمات. هناخد 15 كلمة النهاردة، منهج حادي عشر. وكمان اللي عايز يتعلم إنجليزي عامة فده منهج الحادي عشر، هناخد منه كلمات. احنا هناخد 15 كلمة النهاردة وناخد معناهم، هما سهلين وفيهم أفكار. كانوبي، أول كلمة عندنا اسمها كانوبي. كانوبي 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 معناها غطاء على شكل مظلة، يعني ده بيتحط كتير في كل مكان. يعني مثلا ايه، بيتحط على الخيمة من فوق لو الخيمة فيها عمدان ومتثبتة في الارض، بتتحط على الخيمة من فوق. او لو زي ما كنا بنشوف سراير زمان، او سراير اللي بنشوفها في الافلام اللي هي بتبقى متغطية دي من فوق، هي دي كانوبي، بنقول عليها غطاء على شكل مظلة، فهي دي معناها كانوبي. كانوبي تاني كلمة عندنا هي dazzling. dazzling 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 يعني extremely bright، يعني ضوء ساطع ضوء ساطع ضوء ساطع. I can't see because your phone light is dazzling in my eye. So عشان كده dazzling dazzling معناها نور ساطع، أنا ما أقدرش أشوف لأن ضوء موبايلك ساطع في عيني. discipline، ثالث كلمة discipline. discipline اللي كلنا متعرفين عليها ان هي معناها behavior، معناها الاحترام، معناها الواحد، معناها الواحد يحترم، behavior يتعامل كويس. بس هنا في منهج الحادي عشر مش معناها discipline، وبرضو مش شرط، عايزين نعرف المعنى التاني ليها. so هي ليها معنيين، واحد اللي هو كلنا متعرفين عليه اللي هو behavior ويتعامل كويس ويكون عندنا هدوء ويتعامل كويس بالتعامل مع الناس كويس، والديسيبلين تاني اللي هو فيلد ستادي، يعني المعلومات كلها من الدراسة، محصلة الدراسة كلها فيلد ستادي. هنا مكتوبة مادة دراسية بس هي معناها محصلة الدراسة كلها اللي أنا درستها. تالت كلمة، رابع كلمة سوري، إكسترافاغانزا. إكسترا إكسترا فاغانزا إكسترافاغانزا إكسترافاغانزا، نقولها مع بعض نقسمها، إكسترافاغانزا 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 معناها حملة إعلانية. يعني إيه حملة إعلانية؟ هي مش بالضبط حملة إعلانية، هي حملة إعلانية. قلت لكم إكسترافاغانزا إكسترافاغانزا معناها حملة إعلانية، ولكن للإستمتاع، to have entertainment للمشاهدين، للناس، حملة إعلانية يعني للاستمتاع، حملة إعلانية للاستمتاع. خامس كلمة gather. gather gather يعني نتجمع كلنا مع بعضينا في حتة، together 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 نتلمى مع بعضينا، وهنا مكتوبة نتجمع أو نتلمى. هكلمة بعدها launch launch launch. في ناس تقولك launch، مش launch هو ده اللي بناكله ال middle of the day، وجبة بتاعت نص اليوم؟ لا مش هو ده. launch بتاعت وجبة نص اليوم ما فيهاش ايه، فيها L-U-N-C-H، ما فيهاش ايه خالص، فيها L-U-N-C-H حتى لو رحت بحثت على جوجل. ف launch دي اللي فيها ايه، معناها يبدأ او يطلق، يعني يبدأ من مكانه يبدأ يتحرك. فخدوا بالكم مش معناها الوجبة بتاعت نص اليوم. ندخل على بعدها multitude. malt multitude 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 معناها مجموعة متنوعة من أي حاجة، مجموعة متنوعة. multitude multitude معناها مجموعة متنوعة. ندخل على الكلمة بعديها nurture 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 nurture، ودي معناها to care about the government to care for the children، تهتم بالأطفال، تهتم بالgovernment،
تهتم ان انت to develop them, تطور منهم. nurture ممكن تيجي في اي جملة, بس ان هي ايه تكون بمعنى ان هي تطور او to take care of, او ان هي تهتم او تطور. ف nurture معناها تهتم او تتطور, هنا مكتوبة تغذي, بس يقصد ان هو تطور, يعني تطور او تهتم. تمام, دي nurture. اللي بعديها unrivaled لا يضاهي شيء. unrivaled يعني لا يضاهي شيء, يعني مفيش حد زيه. مثلا واحد في المدرسة مفيش حد زيك, واحد في الشغل انت جامد, مفيش انت شخص جامد في الشغل مفيش حد زيك, انت شخص جامد متفوق في المدرسة مفيش حد زيك. فدي معناها unrivaled, مفيش حد يقدر يدهيك. bagpipes, ندخل على المبادية bagpipes دي اللي كانوا بيستخدموها, مش فاكرة مين بالظبط, بس هو زي شنطة كده, مش شنطة, bag زي bag هوائية بيعزفوا بيها, زي تخيلوا معايا bag هوائية كده وفي منها طالع زي pipe مزمار كده وبيعزفوا منها, هو اسمه مزمار, او هي مزمار وفي يعني زي كيس كده كانوا بيعزفوا بيه زمان. ده هما في بلد مشهورة بالحتة دي. ندخل على بعدي كارنيفال اكيد كلنا عارفينها, ودي معناها مهرجان, فمش طول فيها كتير. ندخل على بعدي celebratory جاي من احتفالي, يوم احتفالي في الكونتري, في القرية, في المدينة, في celebratory. ندخل على بعديها display عرض, مثلا ممكن يكون عرض ازياء, عرض العاب, عرض اي عرض. display. الجملة اللي بعديها festivity ومعناها احتفال. ندخل على الكلمة اللي بعديها hire يستأجر, ان انت تستأجر مثلا سيارة, تستأجر مثلا عمال يجوا النهاردة كده. hire مش hire معناها توظف, لا hire معناها تستأجر. ندخل على الكلمة بعديها preoccupied, اخر كلمة preoccupied معناها منهمك, معناها لو حد جه يكلمك انت مش هتعبره لانك منهمك في حاجة. مثلا preoccupied in your phone, مندمج قوي في موبايلك فانت مش مركز مع اللي قدامك. وكده بقى خلصت حصتنا النهاردة, وده كده 15 كلمة من منهج 11 و15 كلمة جديدة انت النهاردة حصلت عليها, حاول تستخدمها في يومك الطبيعي, يومك العادي. مثلا النهاردة تاخد كلمة carnival, I wanna go to a carnival soon, عايز اروح لمهرجان قريب كده, يعني حاول تستخدمها كده في يومك الطبيعي العادي عشان تحس ان هي بورت منك وتتعود على ان هي لو حابب تقول مثلا اروح مهرجان بعدين تكون الكلمة دي عندك في محصلتك وفي دماغك وتقدر تستخدمها بسهولة. بس عشان تستخدمها بسهولة لازم تتعود عليها. كده خلصت حلقتنا, مش عايز اطول عليكم, ولو ما اشتركتش في القناة اشتركوا عشان اشوفكم في فيديو جاي, ولو حبيتوا فيديوهات من المنظر ده اكتبوا لي في كومنت عشان اعرف. ويلا اشوفكم في فيديو جاي, ولو عجبكم فيديو اعملوا لايك. مع السلامة.